السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا اليوم المحاضرة الثانية ضمن سلسلة الهيدرولوجيكال موديل. احنا سبق وتناولنا بالمحاضرة السابقة ان الموديلات الهيدرولوجية تتقسم الى ستوكاستيك القائمة على الاساس العشوائي والقائمة على الاساس الحتمي او المحدد، احنا نسميه الديترمينستيك. وسبق وتناولنا قلنا انه الديترمينستيك يتقسم الى انواع، احنا راح نتناولها بالمحاضرة اللي حنشرحها اليوم. المحاضرة اليوم ايش تتضمن؟ يتضمن ديترمينستيك هيدرولوجيك ميديال، الموديلات الهيدرولوجية المحددة او نسميها احنا الحتمية ديترمينستيك. هاي بيها ثلاث انواع، لم ديستريبيوتد وسمي ديستريبيوتد. هسه راح نجي نوضح واحد واحد بالتفصيل. اول واحد اللي هو سنجل الران تايم الى اقل يسموه لمد هيدرولوجيكال موديل، الموديلات الهيدرولوجيه المجمعه. يعني شنو معناها الموديل هيدرولوجي مجمع؟ يمتى استخدمه؟ شلون استخدمه؟ هذا الموديل الهيدرولوجي المجمع بالمناسبه بانسرتينيتي كلش عالي. ليش؟ لان اني اخذ النظام المستجمع. بالمناسبه انا سبق ونوهت انه هاي الموديلات من دا اصنفها ودا اشرحها لكم فقط ضمن النظام الهيدرولوجي، لان انا من درست حاليا ونزلت بحوث لقيت ايضا الهن يستخدمه بالنظام مثلا نفس الووتر ريسورس لكن هيدروليك، لكن تصنيف يختلف. انا حاليا اتناول فقط النظام الهيدرولوجي، بيسموها ديترمينستيك هيدرولوجيك موديل، دا اتناول فقط النظام الهيدرولوجي. النماذج الهيدرولوجيه المجمعه توصف العمليات الهيدرولوجيه اللي تجري على المستجمعات المائيه الكاتشمنت الووتر شيد، تعتبرها كسنجل سيستم نظام واحد. يعني وكانه تاخذ الووتر شيد شنو هو اللي موجود بداخله؟ فقط النهر الرئيسي. نجي نوضح. لاحظ مثل هاي لمبد، هاي عندك ووتر شيد مستجمع مائي ياخذ فقط تاثير النهر الرئيسي، هذا النهر الرئيسي ياخذ تاثيره، يعني هذا يعامله معامله واحده فقط، معامله واحده يعني وكانه يعني سنجل، هو سنجل سيستم. فهذا بي انسرتينيتي كلش عالي. ليش؟ لان ممكن اني هاي المنطقه تختلف عن هاي المنطقه، بس اذا يعني استخدامات مثلا اذا كانت لا يعني هاي مثلا اني الووتر شيد اذا كنت ماخذتها مثلا لوادي يصب فيه نهر رئيسي، فمثلا هذا الوادي كله يقع ضمن لاند، يعني تاثير اراضي وحده، يعني كل الاراضي الموجوده به هي مثلا سيمي اريد او كلها هيومد او مثلا على حسب الكلايمت تشينج او شنو نوع الارض، مثلا هنا كلها غابات او كلها مثلا اراضي جرداء، يعني على طول هاي المنطقه، فما راح ياثر اللاند كفر لاند يوز او السويل تايب نوع الارض المتواجده هنا. اذا كانت تقريبا كلها متماثله ومتقاربه يستخدم هذا النوع، لان هذا النوع اقل تنفي يعني اقل ران تايم له، ويستخدم يعني في حاله انا يعني شفت اغلب الاستخدامات له في حاله الوديان ينطي نتائج ايجابيه، لان الوادي مثلا حتى يصب النهر الرئيسي او حوض فرعي يصب الرئيسي يكون الكلايمت تشينج له مثلا متقارب، يكون اللاند كفر لاند يوز له متقارب، السويل داتا متقاربه، فياخذ فقط تاثير النهر الرئيسي، وهذا يعتبر مستجمع واحد، يريد يعني قيمه واحده، باراميتر واحد لاند كفر لاند يوز، باراميتر واحد للسويل داتا، باراميتر واحد، فينطيك قيمه للتصريف واحده. اذا انت تحسب تصريف، تريد تحسب مثلا رطوبه التربه، anything حسب البرنامج اللي تستخدمه. تمام. بالمناسبه هذا الموضوع لاحظ هسه احد يسال يقول هل هو مهم؟ اي نعم. لاحظ هسه هنا بس هل اشوفك اكو اطروحه دكتوراه بالكامل اسمها ايفالويت، تقييم الانماط المكانيه باستخدام الموديلات الهيدرولوجيه اللي هن ثلاثه، اللامد والديستريبيوت والسمي ديستريبيوت. لاحظ اطروحه الدكتوراه مقامه بهذا الموضوع، في هذا الموضوع جدا مهم تفهم انت فلسفته، كلش مهم، يعني راح يفيدك بكل الادفانس. فعرفت هسه شنو فرق اللامد؟ ياخذ السيستم كله، النظام هذا الووتر شيت كسيستم واحد ما يقسم. يعني بالمناسبه اذا كان هذا السيستم مختلف، يعني اللاند كفر لاند يوز يختلف، السويل داتا، فهذا يعتبر انسرتينيتي، يعني عدم يقين او تباين او تغاير متكامل. نرجع هسه للشرح. الريسبونس استجابه الووتر شيد يعتبرها كسنجل يونت، تمام؟ يعني وحده واحده ما يفرق، يقول مثلا هاي الارض اللاند كفر لاند يوز لها يختلف عن هاي، مثلا هاي المنطقه تختلف باللاند كفر لاند يوز عن هاي المنطقه، لا يعتبرها كلها واحد.
فقلت لكم حتى يعطيكم نتائج ايجابيه من تتاكد انت منطقه دراستك هذه اللاند كفر لاند يوز، نقدر نقول كاد يكون متجانس، الوذر ديتا متجانس، السويل المال التربه متجانسه، فتقدر تستخدم هذا اللاند هيدرولوجيكال موديل. تمام عيني؟ فهسه مثل امثال، يعني انا بالمناسبه حاعطيك هنا مثال برنامج واحد، هي اكو الاف البرامج، مثل واحد هاي سنه ثلاث برامج، هيك اتش ام اس وهيدرولوجيكال سيميليشن بروجرام فورتران، والاكو برنامج اسمه ميك 11 ار دبل ار، هذا يعني مجرد اعطيك يعني امثله عن البرامج، عن هيك اللمب اللي يستخدمونه، فتقدر انت تبحث او تكتب هذا هذا وتلقى يعني بالجوجل الاف الاطاريح، الاف الرسائل، البرامج المستخدمه اللي علام. تمام عيني؟ انت المهم تفهم فلسفه هذا النظام الهيدرولوجي. نجي على النوع الثاني اللي هو السيمي ديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل، يعني النظام الهيدرولوجي الشبه موزع. هذا شنو يفترق عن هذا؟ هذا لا، هذا يقسم منطقه الووتر شيد. ذيس موديلز ديفايدد ذا ووتر شيد الى يونيفورم متماثل، وحدات هيدرولوجيه متماثله. يعني شنو؟ يعني يعتمد على درينج اريا. خلينا نجي نوضح شنو معنى هذا الكلام. يعني عندي هاي المنطقه هنفس الووتر شيد، بس يجي كم كم منطقه بزل بيها، مثلا هنا وحده، هنا عندي هذا مستجمع مائي يصب بنقطه ثانيه، هذا مستجمع مائي ثالث هاي بنقطه خروج يعني اوتلت وحده، وكذلك منا، فيقسم بشكل رئيسي. يعني لاحظ هسه هنا كم اوتلت منطيك، كم صب بيزن مقسم لك اياها الى يعني مناطق صب بيزن فرعيات، هذا البيزن الرئيسي الكل الحوض الرئيسي، صب بيزن 1 2 3 لاحظ على اساس الاوتلت. فهذا يكون ادق من هذا شويه، يعني اللاند كفر لاند يوز يختلف، يدخل تاثير الاراضي، يعني ممكن هاي الارض ذاك كانت تختلف، مثلا هاي الارض لاند كفر لاند يوز يختلف عن هاي الارض، او متدرج او متباين، كذلك ممكن السويل داتا تختلف من هنا الى هنايا او غيرها. يعني مثلا هسه اضرب لكم مثل حوض نهر الفرات، حوض نهر الفرات من منابعه الى حد المصب مالته الداون ستريم تختلف اللاند كفر لاند يوز، المنابعه تكون نقدر احنا غابات وروج خضراء، اراضي يعني تختلف، جبال غيرها، الى ان يوصل الى الداون ستريم، يوصل اراضي نقدر نقول كاد تكون جرداء، صحاري، الكلايمت تشينج يختلف. يعني في بعض، فهذا يفيدكم يمتى تستخدموا السيم ديستريبيوتد، لما تكون منطقتك مال الدراسه اللي راح تدرس عليها بها تغاير بالاراضي، تغاير يعني باللاند كفر لاند يوز، تغاير بالسويل ديتا، فانصحك تستخدم السيم ديستريبيوتد. هذا يكون اقل شده من هذا، اقل شده من هذا، الرن تايم وقت التنفيذ الى اقل، لكن هو افضل، يعني يحدد لك، ينطيك نوع من الانسرتينيتي. نجي نشرحها بشكل تفصيلي. يقول هذه الموديل يقسم المستجمعات المائيه الى وحدات، لكن هاي الوحدات منتظمه، تمام، على اساس شنو؟ الدرينج اريا، مناطق البزل او صب بيزن، يعني بيزن رئيسي، هذا البيزن الرئيسي ما يجاني اكيد من بيزنات فرعيه، فيقسمه الى صب بيزن، وكل صب بيزن راح يحط مواصفاته ويدخله، فنوعا ما هذا يكون ادق من النوع الاول، ادق بهواي. يعني اثنين، راح ياخذ تاثير اللاند كفر لاند يوز والسويل ديتا، تمام، يعني تاثير الطبوغرافيه. اوكي، هنا شلون احدد انا هذا السيم ديستريبيوتد؟ التاثير برامج الجي اي اس، الجيوغرافيك يعني سيستم، نظم المعلومات الجغرافيه، تقنيات نظم المعلومات الجغرافيه لها تاثير انه تحدد الكفرنت لاب، يحول لك اللاب هذا هيدرولوجيكال موديل الى سيم ديستريبيوتد موديل. يعني شنو؟ احنا كل احنا نعرف بصوره عامه انه عندنا اكو شيء، حتى انا اشتغل باي موديل هيدرولوجي لازم امتلك مثل ما نقول الراستر او الصوره الطوبوغرافيه عن هذا الكيس ستدي، يعني مثل ما نقول الصوره ان عن نموذج الارتفاعات الرقميه اللي هو ديجيتال اليفيشن موديل. هذا ديجيتال اليفيشن موديل انت تنزله من اي موقع، يعني الاختصاص بالجي اي اس، يعني الموقع المشهور هو يو اس جي اس، اكو مواقع ثانيه ينزل لك اياه، الريزوليوشن اللي انت منزله به يزيد لك، يعني بيا ريزوليوشن انت منزله كذا. فانا مكان ما اتعامل مع واحده، هاي المنطقه واحده، فاذا انزل الراستر مالته من الجي اي اس فاقدر احول اللمب الى سيمي ديستريبيوتد.
مثل ما نعطيني أمثلة على هذا النوع البرنامج المشهور. بالمناسبة إن شاء الله أنا كملت سلسلة كاملة عن هذا البرنامج، راح أنزل لكم إياها بالتفصيل، اللي هو Soil and Water Assessment SWAT، برنامج SWAT. وأكو برنامج ثاني اسمه Variable Infiltration Capacity، وأكو العديد من البرامج على Semi Distributed Hydrological Model. تمام عيني؟ نجي بالمناسبة أنت إذا كنت تشتغل مثلاً كنت تشتغل uncertainty، هسا أحد يجي يسألني إحنا ليش فسرنا مثلاً أنا دا أشتغل uncertainty يعني بدراسة هيدرولوجي. uncertainty تجيني مثلاً من مثلاً البيانات المناخية، تجيني أيضاً أحد أنواع uncertainty تجيني من الموديلات الهيدرولوجية. يعني أنا دا كان شغلي ضمن السيم ديستريبيوتد لود، ما يصير مثلاً في مرة أستخدم برنامج هو ضمن السيم ديستريبيوتد لود يشتغل الفلسفه مالته والبيسك والبرنسبل والكونسبت، والبرنامج الثاني اخذه لمد واقول ها لا المفروض اثنيناتهم يشتغلون ضمن السيمي ديستريبيوتد. يعني هنا هذا ما ياخذ عنده لاند كفر لاند يوز يدخل وسويل داتا تدخل وكل المناطق وتتقسم، بينما هذا لا عنده. فالمفروض اذا انا ردت ادرس الانسرتينيتي وانا كنت مشتغله ضمن السيمي ديستريبيوتد لان الكيس مالتي او منطقه دراستي تتطلب هذا النوع، فالمفروض البرنامج الثاني الاخذه يكون ايضا ضمن السيمي ديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل حتى ابين الانسرتينيتي بالموديلات الهيدرولوجي. هذا الموضوع جدا مهم كنت تبون عليه. نجي ننتقل للحاله الثالثه اللي هو الديستريبيوتد ضمن الديترمينستيك هيدرولوجيكال موديل، هو الديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل، الموديل الهيدرولوجي الموزع. هذا يكون ادق في اكثر بهواي من النوعين الاولانيات. ليش؟ لان يقسم لك منطقه الدراسه الى جريد. اذا تلاحظ هنا يقسم لك اياها الى جريد، يعني جريد شبكه كلش دقيقه، وهذا يستعين بالنظم المعلومات الجغرافيه بحيث كل منطقة يلاقي ارتفاعها انخفاضها، اللاند كفر يتغير من وين إلى أين، ويقسم شلون هذا الجريد يطلع لأوتلت، هذا الجريد يطلع لأوتلت، هذا الجريد يطلع لأوتلت. بالمناسبة هذا الشيء موجود ضمن الجي آي إس، يعني هنا تقدر أنت تسوي له بالأكو أحد الخواص من تقول له هنا سيف وتدخل للووتر شيد ديلينيشن، من تقول له اوتوماتيك ووتر شيد ديلينيشن، هذا هنا مجرد ما تدخل عليه اكو فد شيء اسمه فلو اكوموليشن، يطلع لك لكل جريد شبكه صغيرونه يسوي لك الها مثل ما نقول احنا يطلع لها اوتلت لكل شبكه صغيرونه. ليش يفسر يقول ممكن هاي الشبكه الصغيره الها شنو؟ الها هسه لاحظ هنا، شوف هسه هذا اللاند السويل دايتا يختلف، اللاند كفر لاند يوز يختلف، الدم لاحظ هسه مثلا الدم هنا يختلف، هذا الدم هسه لا ابين لك يا السورس دم، هسه لاحظه هنا هسه هذا السورس دم، اذا اشوفك يا بس حتى تكون عندك معرفه تامه عن الموضوع. فضروري ننتبه لهذا الموضوع، ليش؟ لان ياثر علي هواي بالتفصيل، انه انا من افصل اخذ الموديل الهيدرولوجي. لا ها بالضبط هاي الشبكه اللي بدي اوضحها لك، لاحظ شوف هاي ديستريبيوتد، هاي يسموه هاي لكل نقطة لكل شبكة، هاي الدم ده تظهر لك الرئيسي لكل شبكة ده ينطيك شقد الفلو، شقد الفلو ده يطلع. فهو هذا الفرق الرئيسي اللي خاص بموضوع هنا، يقسمه إلى جريد ولكل جريد ينطي فلو. ليش؟ لأن يفكر يقول ممكن بهاي الجريد اكو بوينت سورس، منطقة مثلا بها منبع ثلجي يذوب، أو بها مثلا يعني مثلا مياه جوفية وتصب الماء السطحي غيرها، يعني هذا الامر. فده ينطيك لكل جريد مقدار الاوت فلو مالته واللاند كفر لاند يوز مالته والتغاير يعطيك اياه بالتفصيل. فهسه نرجع نشرحه، فيقول الريزوليوشن دقه، ها ايضا احد الامور اللي تاثر لي على استجابته، احد الامور اللي تاثر على استجابه يعني الجريد على دقه الجريد، تكون يعني دقة الجريد ريزوليوشن اوف جريد سيل مقيدة بالريزوليوشن التوبوغرافي. يعني شنو التوبوغرافي؟ الدم واللاند كفر لاند يوز والسويل ديتا. يعني إذا أنت جبت له دب الريزوليوشن مالته 30 متر، وإذا جبت له دب الريزوليوشن مالته 10 متر، إيش تتوقع من النتائج أفضل؟ أكيد الريزوليوشن اللي 10 متر، لأن راح تعطيك تصور توبوغرافي عن المنطقة بشكل أعمق أو بشكل أدق. تمام؟ لاحظ هسه بس خل هنا أوضح لك الدم. شوف هسه نرجع هنا لو اوضح لك هذا الدم، هذا الدم خليني اقفل البيزن حتى تلاحظه انت.
واقفل الووتر شيد واقفل البيزن واقفل حتى بس اوضح لك وحده لاند كفر لاند يوز. اي نعم هاي دايركت فلو اقفله، فلو اكوموليشن اقفله، قفلت تقريبا كل بس حتى اوضح لك الدم. لاحظ هاي الدم هسه انا اللي منزلتها هنا بدون الوان، خلي اوضح لك الالوان وينها. السلوب ايضا حالغيه، هاي ستورز دم تمام. نعم هاي ستورز دم، هاي هنا الفلو اكوموليشن. لاحظ السورس دم، شوف هسه هاي نازله انا نزلتها ب 30 متر، مبينه مناطق الارتفاعات، الانخفاضات، الكذا، الوديان، غيرها، يبين لك لو كانت بريزوليوشن اقل كانت الدقه تكون افضل. فضمن هاي النقاط اذا يقول لك الديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل تفضل يمتع عندما تكون الكباسيتي سعه تو بتر، انه الافضل جوينينج، ان احنا نريد نبين الفاريشن والانسرتينتي. مو احنا قلنا مرات الانسرتينتي تجي من الموديلات الهيدرولوجيه، لكن مرات وايضا الانسرتينتي منين تجيني؟ تجيني من نفس مو فقط من فرق الموديل الهيدرولوجي عن الموديل الهيدرولوجي. مرات مثلا الان الدم اللي استدعيته هنا 30 متر ونفس المواصفات ونفس البرنامج ونفس الامور، لكن اشتغل بدم مقداره 10، فراح تلاحظوا النتائج هنا تفرق عن هذه النتائج هنا. اللاند كفر لاند يوز اللي نزلته وانا سبق وتناولته بمحاضرات الجي اي اس، وقلنا شلون استخدم او انزل لاند كفر لاند يوز وشلون اصنفه تصنيف اللاند كفر لاند يوز تمام ضمن الماكسيمم لايكلي هود، واكو موقع يعطيك مباشره التقسيم اللي خاص بمنطقه الدراسه. لو انا مستخدمه انا مثلا الريزوليوشن اللي نزلته كنت منزلته 10 متر، اكو طلاب نزلين ضمن ريزوليوشن مثلا فد مثلا 30، فلو انا ماخذ اللاند كفر لاند يوز كذا يعني عن ال 30 راح يفرق. كذلك السويل ديتا بيانات التربه اللي مثلا انزلها اللي ما عرفت تنزل من مثلا منظمه الفاو، فايضا يعني يا ريزوليوشن اكو مواقع اخرى تنزل تمام، فيأثر عليك. هذا هم يسبب لك نوع من الانسرتينتي. فهنا شو يقول؟ يقول الموديلات الهيدرولوجيه تفضل عندما يكون عندك ايضا اختلاف فاريشن اند انسرتينتي وعدم يقين مرتبط بالاستجابه الهيدرولوجيكيه، يعني يسموه الهيدرولوجيك ريسبونس يونت، يعني نموذج او الاستجابه الهيدرولوجيه لمن؟ للبيانات المكانيه. السبيشل ايش تتضمن البيانات المكانيه؟ تتضمن الدم الديجيتال اليفيشن موديل، وتتضمن بعد شنو البيانات المكانيه؟ تتضمن لك اللاند كفر لاند يوز، وتتضمن لك السويل ديتا. هذول اهم ثلاثه هن ذن السبيشل انبوت. شلون ياثر انه يسبب لك انسرتينتي؟ على حسب الموقع اللي انت منزله منه. القمر الصناعي، الاقمار الصناعيه القديمه تكون دقتها اقل، الاقمار الصناعيه الحديثه هذا نزل لاند سات 8 ضمن اليو اس جي اس الدقه مالته اعلى. ثانيا مثلا الريزوليوشن، انت ضمن يا ريزوليوشن منزل، بعد امور هواي يفهموها جماعه تخصصهم اصلا تحسس نائي، يعرفون انه تاثير الدقه المكانيه شلون تاثر. القمر الصناعي المستخدم، الموقع المستخدم، يعني هواي امور. فدا يقول لك هنا يفضل انه استخدام السم ديستريبيوتد او ديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل لما يكون عندك انسرتينتي بمن؟ بالسبيشال انبوت داتا اللي تتضمن قلنا ثلاثه لاند كفر لاند يوز وسويل ديتا والدب اللي هي ديجيتال اليفيشن موديل نموذج الارتفاعات الرقميه الخاص بمنطقه الدراسه. انطيك امثله برامج على الديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل، هو الستور ووتر مانجمنت موديل اللي الاختصار مالته اس ام SWMM والبرسيبيتيشن ران اوف موديلنج سيستم تمام. هذا ايضا يمكن اكو اطروح الدكتور اطروح رساله ماستر او اطروح الدكتوراه عليه. برسيبيتيشن ران اوف موديلنج سيستم هذا يستخدم بالديستريبيوتد هيدرولوجيكال موديل، وايضا له استخدامات خاصه. يعني انا ممكن يعني الحل او ممكن منطقه دراستي استخدمها السم ديستريبيوتد،
يكون، لان كل ما تزداد درجه التعقيد للبرنامج الانبوت راح تختلف، الانبوت المطلوبه راح تكثر، هواي امور، الران المطلوب حتى وقت التنفيذ او ينفذ الديتا او البرنامج يكون اطول، الحاسبه المطلوبه ذات مواصفات اطول. فانا حبيت بهاي المحاضره، لاحظ انا حتى اشوفك هنا، لاحظ شوف السم ديستريبيوتد، لاحظ شلون قسم هنا منطقه الدرات الى جريد، لاحظ الجريد شلون مبينه لكل منطقة، منطيك اللاند كفر لاند يوز والسويل ديتا والارتفاعات إلها، هذا نموذج الارتفاعات الرقمية إلها. فلاحظ هنا شوف دقة هذا، لاحظ كم قيمة للتصريف منطيك أكثر من واحد، هنا أنا لاحظ بس واحد لأن منطقة واحدة معتبرها. هنا كم صب بيزن مثلا حسب لي اياهن ثلاثة أو أربعة، نعطاني أربعة على حسب يعني هاي الدراسة اللي تشمل. تمام، قلت لكم هذا الموضوع جدا مهم بحيث اكو تروح الدكتوراه عليه اسمها Evaluating Special Pattern in Hydrological Model، إن هنا الموديلات الهيدرولوجية الثلاثة ضمن Deterministic Hydrological Model اللي هي Lump Distributed والSemi Distributed Hydrological Model. أتمنى بالمناسبة هاي المحاضرة هذا يعني الموضوع راح أضيفه ضمن يعني بلاي ليست قائمة خاصة بي أسميها الهيدرولوجيكال موديل، ضروري جدا. انا ما راح اتناول يعني بها البرامج واشوف، بس هذا الفلسفه ضروري يفهمها كل باحث، سواء كان يعني خاصه الباحث ضمن الدراسات العليا، ممكن بعد طالب الاوليه ما راح يفهم كل هاي الامور لانه ما متعمق بهن، لكن طلب الدراسات العليا واللي خاصه هو يعني ضمن الهيدرولوجي وما يعرف هاي التفاصيل يعني يعتبر يعني ما فاهم شيء، ما يعرف يعني. يعني انا اليوم اجي اشتغل عندي كيس ستدي كذا معين، راح اشتغل لي راسا مباشره قال اشتغل هيك راس. لا بالمناسبه انا نزلت هذا الفيديوهات لاحظت العديد من الباحثين يعني السلام عليكم وعليكم السلام، انا عندي كذا مشكله اريد اشتغل لها هيك راس، يعني بدون ما يعرف، بدون ما يفسر الكاتشمنت مالته شنو يريد، المعطيات الانبوت الاوتبوت شنو، يعني فقط انه هل منطقه الدراسه اللاند كفر لاند يوز اختلف بيها غيرها، هاي الامور كلها تاثر. لازم انا اعرف اختيار البرنامج شنو هو، الوذر ديتا له تاثير لو ما له تاثير، اللاند كفر لاند يوز له تاثير لو ما له تاثير، كل برنامج من انزله واريد اشتغل عليه لازم اني اقرا الدوكيومنتيشن مالته حتى اعرف البرنامج شنو توجهه، يتقبل وذر داتا لو ما يتقبل. مثلا عندك الهيكراس يريد فقط ديجيتال اليفيشن موديل، لا يريد من عندك لاند كفر لاند يوز، يعني تقدر تعتبره دم اللم ضمن اللم هيدرولوجيكال موديل، لكن هو شنو يعتبرك اياه سيستم واحد. والدليل من تدخل على البرنامج، البرنامج بي انبوت داتا وبي بروسيسنج وبي اوتبوت، ما بي لا بي تلقى مثلا يعني لاند كفر لاند يوز، لا تلقى سويل ديتا، لا تستخدمه لما تكون منطقتك الدراسيه ما تحتاج هذا الشيء، او مثلا تنمذج هو الهيك راس يفيد دائما مثلا بنمذجه موديلات ضمن الماء، مثلا تصاميم الجسور ضمن الماء، العبارات، تصاميم اللي يفيدكم ايضا ضمن السيدمنت، يشتغل السيدمنت بس بشكل مو اعمق، يعني اذا تقول لي استخدم سواتي بالثر اللي بالسيدمنت سم ديستريبيوتد لو لب اكيد اقول لك سم ديستريبيوتد. يعني العديد من البرامج، مجموعه الهيك اتش ام اس دائما تقريبا تعتبر من الصنف الاول اللي هي اللمب هيدرولوجيكال موديل، وعندنا يعني تقدر ترجع للاطاريح وكذا. بس انا هاي المحاضرتين بالذات جدا ضروريات لك انت كباحث ضمن، والله انا اعتبر ضمن اي تخصص، لكن انا شرحت ضمن الووتر ريسورس الهيدرولوجيكال موديل. اتمنى بهاي المحاضرتين يعني جدا فدتكم وراح تستفادون من عندهن. ضروري الباحث يكون على علم ويقين ويعرف شلون يفسر الديتا مالته حتى يعرف من يدخل يناقش بيها ويعرف انه ينطي معطيات خاصة بالبرنامج والبيانات اللي متوفرة عنده بحيث يقدر ينمذجها ويعطيها موديل خاص بيها حتى يطلع بريزلت او نتائج افضل. الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم ضمن سلسلة الهيدرولوجيكال موديل، وراح اسوي له بلاي ليست خاص بي مثل ما قلنا وانشره، واي اضافة على الموديلات الهيدرولوجية شرحها، اضافات اخرى كذا، اني ان شاء الله راح اشرحها بالمستقبل ضمن الهيدرولوجيكال موديل. اذا احد راد يستفاد للامانة العلمية يعني حاب يستفاد يقدر ينزل هاي الاطروحة، بس يكتب evaluation special pattern
ان هيدرولوجيكال موديل، هاي راح تفيده لان هذا يشرح بالتفصيل. يعني تخيل تروح الدكتوراه يناقش بيها الموديلات الهيدرولوجيه الثلاثه، وماخذ منطقه دراسه ومطبق عليها الموديل الهيدرولوجي 3 مرات، فراح اتوقع تفيده هو حتى يعرف الفرق، يعرف الانسرتينتي، يعني حتى يقدر انه يعني تسلك يعني بحوث ضمن هذا الموضوع. يعني لاحظ هذا هنا هسه منطيك اللمبت والسيمي ديستريبيوتد والديستريبيوتد، لاحظ الجريد، لاحظ النتائج شلون تختلف. تمام عيني، هاي النتائج هو مسويها لحالتين، فهاي يعني النتائج للتصاريف وللسويل مويستر. لاحظ شلون هنا حتى شفت نتائج شلون تقسيمها. فإن شاء الله أكون يعني استفاديتوا من هاي المحاضرتين. ألتقيكم إن شاء الله بمحاضرات قادمة. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار ضمن هذا الموضوع تعلقوا لي بالكومنت ضمن هاي الفيديوهات اللي خاصة بهذا الموضوع. ألتقيكم إن شاء الله بفيديوهات أخرى ومعلومات أخرى نحاول نفيدكم بها. لا تنسون أنتم يعني تدعون زملائكم الباحثين تحاولون يستفادون، لأن إحنا أنشأنا هذه القناة الغرض الأول من عندها ومكسبها إنه زكاة العلم نشره. أكو بعض المعلومات يعني صعب تلقاها يتكلمون عنها الباحثين الآخرين أو غيرها، فقط يعني نشر بحوث إحنا نحاول نستدرجها ونضمنها لكم. فهاي القناة إن شاء الله تفيد الباحثين بصورة عامة، فحاول إنه إذا عندك زملاء من البحث العلمي تفيدهم بها. ألتقيكم إن شاء الله بمحاضرات أخرى. دمتم بأمان الله وحفظه.